بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السيدات والسادة، رجال ونساء الصحف والإعلام، مرحبا بكم في مقر وزارة المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. هذه البناية الجديدة اللي عادة كنا كنديروا ندوة في البناية السابقة، مرحبا بكم، وسعيد أنني نقدم لكم حصيلة السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11. نقدم فيها ما يعني العمل الذي تم تحقيقه على مستوى البرلمان، على المستوى الرقابي والتشريعي، وأيضا على مستوى تقييم السياسات العمومية. إذن على المستوى الرقابي، غنقدم لكم الحصيلة ديال تفضل لالا، تفضل مازال، شكرا. إذن على المستوى الرقابي قدموا حصيلة الجلسات الشهرية للسيد رئيس الحكومة، إحصاء عام للأسئلة الشفهية بمجلسي البرلمان، إحصاء عام للأسئلة الكتابية بمجلسي البرلمان، والتحدث في موضوع عام وطارئ، ثم عدد طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان والمهام الاستطلاعية. لابد أن أؤكد بأن هذه المعطيات وهذه الأرقام التي سوف يتم تقديمها اليوم إلى غاية نهاية هذه الدورة، يعني إلى غاية قدر نقوله حتى 25 يوليوز 2023. تفضل لالا. إذن بخصوص تقييم السياسات العمومية، كاين ثلاثة المحاور. هناك المحور المرتبط بالجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية بمجلس النواب، الجلسة السنوية المخصصة لتقديم السياسات العمومية بمجلس المستشارين، والجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين. العكس. إذن اختتم البرلمان بمجلسيه يومي الاثنين 24 والثلاثاء 25 يوليوز 2023، السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11 2021-2026. فكانت هذه المناسبة فرصة للسيدين رئيسي مجلسي البرلمان لتقديم حصيلة عمل المجلسين على مستويات التشريع والرقابة وتقييم السياسة العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وهي حصيلة جد إيجابية، وهي كذلك فرصة للحكومة لتقديم حصيلة عملها في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الثانية 2022-2023. هذه السنة التشريعية التي جاءت في سياق دقيق يتميز بتزايد الحاجيات والانتظارات وبروز تحديات جديدة تستوجب إرساء جسور وثيقة للتواصل والإنصات والقرب من الانشغالات اليومية للمواطنات والمواطنين لكسب رهان الوفاء بالالتزامات والتعهدات المعلنة، تعزيزا لمصداقية العمل السياسي وتأكيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو الأمر الذي أكده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه بمناسبة افتتاحه لهذه السنة التشريعية، حيث قال جلالته: إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة، لا سيما تلك التي تحظى بالأسبقية، انتهى منطوق الخطاب الملكي. وفي هذا السياق، حرصت الحكومة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وتوجيهاته السديدة على مضاعفة جهودها أولا لمجابهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التضخم البنيوي الذي عرفه الاقتصاد العالمي، ثانيا للتخفيف من الآثار المناخية السلبية التي شهدها هذا الموسم الفلاحي، وثالثا للاستمرار في تنزيل البرامج والأوراش المعلن عنها في برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان مجلس النواب. فكانت أولى ثمار هذه التعبئة الحكومية استكمال تنزيل الأسس القانونية لمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إرساء نسق جديد
للاستثمار يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال تدبيره والنهوض به، مما أضفى على هذه السنة الشرعية طابعا خاصا كونها تأتي في مرحلة شعارها روح المسؤولية والعمل الجاد. من أجل ذلك تعهدت الحكومة بإقامة علاقات تعاون وثيقة مع البرلمان في إطار الاحترام التام لمبدأ فصل السلط والتعاون مع مختلف مكونات المجلسين أغلبية ومعارضة، خدمة للصالح العام والانفتاح على المبادرات الجادة بغية التطوير وتجويد العمل الحكومي، وكذا التفاعل الإيجابي مع المبادرات الشرعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية طبقا لأحكام الدستور. على المستوى التشريعي، الإحصائيات العامة خلال السنة التشريعية الثانية 2022-2023 لمشاريع القوانين التي ظلت قيد الدرس قبل افتتاح السنة التشريعية 2022-2023، على مستوى مجلس النواب كانت بقية 27 مشروع قانون، على مستوى مجلس المستشارين كانت بقية 11، ولكن 27 اللي كانت بقية في مجلس النواب من ضمنها 7 مشاريع قوانين ظلت قيد الدرس قبل افتتاح الولاية التشريعية الحالية. وبالنسبة لل11 اللي كانت على مستوى مجلس المستشارين من ضمنها 3 مشاريع قوانين ظلت قيد الدرس قبل افتتاح الولاية التشريعية الحالية. مشاريع القوانين المودعة لدى مجلسي البرلمان خلال هذه السنة التشريعية، على مستوى مجلس النواب تم إيداع 39 مشروع قانون، على مستوى مجلس المستشارين تم إيداع 7 قوانين، إذا المجموع هو 46 مشروع قانون. مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية بمجلسي البرلمان بلغ مجموعها هي 60 قانونا خلال هذه السنة، تمت المصادقة على 33 منها بإجماع مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، و 27 تمت المصادقة عليها بالأغلبية. مشاريع قوانين ظلت قيد الدرس بعد اختتام دورة أبريل 2023 على مستوى مجلس النواب بقات 11، وعلى مستوى مجلس المستشارين بقات 13، المجموع هو 24، من ضمنها 13 مشروع قانون وافق عليها مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين، ومشروعي قانونين وافق عليهما مجلس المستشارين وأحالهما على مجلس النواب، بمعنى أنه تمت المصادقة على هذه القوانين وتمت الإحالة من غرفة إلى غرفة، لكن مسطرة التداول لم تنتهي. رسم بياني لوضعية مشاريع القوانين خلال السنة التشريعية الثانية 2022-2023 غتشوفوا بأن هي نفس الإحصائيات اللي قدمت، لكن قلنا نقدموها بناء على هذا الرسم المبياني. فوضعية مشاريع القوانين خلال السنة التشريعية الثانية هي 38 مشروع قانون، التي 38 ظلت قيد الدرس، 46 هي المودعة خلال السنة الحالية، 60 هي القوانين المصادق عليها بشكل نهائي، 24 ظلت قيد الدرس بعد اختتام السنة التشريعية. ملي كناخذوا مجموع وضعية المشاريع القوانين خلال الولاية التشريعية بمعنى السنتين هذه السنة والسنة الماضية، تلقوا بأن مشاريع القوانين المودعة هي 120، المصادق عليها هي 89، والقوانين المسحوبة هي 7، والقوانين التي ظلت قيد الدرس هي 24. على المستوى التشريعي دائما وخلال السنة التشريعية دائما الثانية 2022-2023 بخصوص مقترحات القوانين، مقترحات قوانين ظلت قيد الدرس قبل افتتاح السنة التشريعية الثانية، 164 مقترح قانون على مستوى مجلس النواب و 32 على مستوى مجلس المستشارين، المجموع هو 196، من ضمنها 3 مقترحات قوانين ظلت قيد الدرس قبل افتتاح الولاية التشريعية الحالية. مقترحات قوانين جديدة تم إيداعها على مستوى مجلسي البرلمان، تم إيداع 80 مقترح قانون على مستوى مجلس النواب و 19 مقترح قانون على مستوى مجلس المستشارين، المجموع هو 99 مقترح قانون. على مستوى المقترحات المسحوبة تم سحب 4 مقترحات مجلس النواب ومقترح واحد بمجلس المستشارين، المجموع هو 5. مقترحات القوانين المقبولة من طرف الحكومة التي قبلتها الحكومة، قبلت الحكومة على مستوى مجلس النواب 10 مقترحات قوانين خلال هذه السنة، مجلس المستشارين ما كاينش، ولكن على مستوى المقترحات المصادق عليها بصفة نهائية بمجلسي البرلمان
تمت المصادقة على مقترحين بالإجماع. رسم بياني يبين وضعية مقترحات القوانين خلال السنة التشريعية، دونك نفس الأرقام كيفما سبق لي وقدمتها. رسم بياني لوضعية مقترحات القوانين منذ بداية الولاية التشريعية الحالية. 226 اجتماع على مستوى التشريع. عقد مجلس النواب 8 لجان على مستوى مجلس النواب، لا الجلسات، جلسات ماشي اللجان، دابا الان في الجلسات. عقدت على مستوى مجلس النواب خلال هذه السنه تم عقد 28 اجتماع، وعلى مستوى مجلس المستشارين تم انعقاد 26 جلسه، 28 جلسه في النواب و26 جلسه، اذا المجموع 54 جلسه طبعا بحضور الحكومه. على المستوى التشريعي، حصيلة الاجتماعات الحكومية المخصصة لدراسة مقترحات القوانين خلال السنة التشريعية الثانية. كما تعلمون جميعا، القانون المنظم لأشغال وأعمال الحكومة يؤكد على ضرورة أن تعقد الحكومة اجتماعا شهريا لكي تبت في مقترحات القوانين. إذا المقترحات، عدد الاجتماعات اللي تعملت، إذا خلال هذه السنة عدد الاجتماعات سبعة الاجتماعات خلال هذه السنة التشريعية، والسنة الماضية 10. عدد الاجتماعات اللي تعملت خلال سنتين هي 17 اجتماع، بمعنى أن الحكومة تحرص بشكل دقيق على التقيد بمضامين أو بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة في شقه المرتبط بدراسة المقترحات. فمثلا على سبيل المثال، يوم 27 اكتوبر 2022 درسات الحكومه ولا ابدت رايها بخصوص 29 مقترح. اذا عدد المقترحات اللي درسنا خلال هذه السنه هي 122 مقترح درسناها وقدمت الحكومه رايها بخصوصه. المقبوله خلال هذه السنه هي 10. ملي كناخذ المجموع ديال عدد المقترحات التي درست الحكومة خلال هذه السنتين هي 240 مقترح قانون، المقبولة منها 22 مقترح. هنا حاولنا نعملوا واحد المقارنة ما بين السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة، يعني السابقة 2016-2021. خدينا السنتين، ولكن باش نكونوا منصفين، ارجع بنتي الله يرضي عليك، نعم، باش نكونوا منصفين نظرا لان الحكومه السابقه لم تتشكل الا بعد مده، خدينا نفس المسافه، نفس الزمن، يعني سنتين منذ ان تشكلت الحكومه. اذا الحكومه الحاليه قامت بعقد 17 اجتماع بشكل منتظم، في حين انه في التجربه السابقه تم عقد فقط 5 اجتماعات. هتشوفوا في التفاصيل تحت، اجتماعان اثنان سنة 2017، واجتماعان اثنان سنة 2018، واجتماع واحد خلال النصف الأول من سنة 2019. إذن كيظهر بأن هناك يعني حرص على أن تتم الاجتماعات بشكل شهري. رسم البيان لوضعية مقترحات القوانين خلال الولاية التشريعية الحالية. إذا 112 كيف ما قلت، هذه فقط ما بين السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة، يعني السابقة 2016-2021، خدينا السنتين، ولكن باش نكونوا منصفين، أرجع بنتي الله يرضي عليك، نعم، باش نكونوا منصفين نظرا لأن الحكومة السابقة لم تتشكل إلا بعد مدة، خدينا نفس المسافة، نفس الزمن، يعني سنتين منذ أن تشكلت الحكومة. إذا الحكومة الحالية قامت بعقد 17 اجتماع بشكل منتظم، في حين أنه في التجربة السابقة تم عقد فقط 5 اجتماعات. هتشوفوا في التفاصيل تحت، اجتماعان اثنان سنة 2017، واجتماعان اثنان سنة 2018، واجتماع واحد خلال النصف الأول من سنة 2019. إذا كيظهر بأن هناك يعني حرص على أن تتم الاجتماعات بشكل شهري.
الرسم البياني لوضعية مقترحات القوانين خلال الولاية التشريعية الحالية. إذن 112 كيف ما قلت هذه فقط عملنا على شكل رسم بياني، هي نفس المعطيات اللي قدمت سابقا. جدول مقارن للنصوص القانونية المصادق عليها بصفة نهائية خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الأخيرتين، من الولايتين التشريعيتين الأخيرتين. عملنا واحد المقارنة، السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة 2016-2021 تمت المصادقة على 56 قانونا، من ضمنها مرسومي بقانون وخمس مقترحات قوانين. هذه السنة التشريعية الثانية اللي احنا فيها الآن تمت المصادقة على 62 قانونا، من ضمنها مقترحي قانونين ومرسوم واحد بقانون. على المستوى الرقابي بخصوص جلسات السيد رئيس الحكومة، عقد السيد رئيس الحكومة على مستوى مجلس النواب خلال هذه السنة 6 جلسات أجاب فيها على 30 سؤالا مبرمجا. على مستوى مجلس المستشارين عقد أو حضر السيد رئيس الحكومة لأربع جلسات أجاب فيها على 48 سؤالا. إذن عدد الجلسات خلال هذه السنة 10 جلسات، عدد الأسئلة المجاب أو المبرمجة هي 78 سؤالا. إذن هذه نفس المعطيات على شكل رسم بياني. نمشيو الآن الأسئلة على المستوى الرقابي. دائما الرقابي الآن كنا في التشريع دابا في الرقابة، إحصاء عام للأسئلة الشفهية الآنية. كتعرفوا بأن الأسئلة الآنية هي الأسئلة التي تطرح أو لا يعني تقوم الفرق البرلمانية بطرحها، لكن لا يمكن أن تبرمج إلا حين توافق الحكومة على ذلك، لأنها قوانين آنية طرحت للتو لم يمر عليها 20 يوما المنصوص عليها في الدستور. إذن عدد الأسئلة الشفهية التي أبدت الحكومة الاستعداد للإجابة عنها على مستوى مجلس النواب هي 244 سؤالا. الحكومة أبدت الاستعداد لتجيب عنها. البرلمان مجلس النواب برمج فقط 149. نفس الشيء بالنسبة لمجلس المستشارين، الحكومة عبرت عن استعدادها للإجابة عن 265 سؤالا، برمج منها مجلس المستشارين 222 فقط. بمعنى أن استجابة الحكومة أو التعبير عن الاستعداد للإجابة على الأسئلة الآنية دائما يفوق عن تلك التي تبرمج. نفس الرسم البياني. الآن نمشيو إحصاء عام للأسئلة الشفهية العادية. على مستوى مجلس النواب طرحت الطرق والمجموعات البرلمانية 3470 سؤالا، لكن لم تتم برمجة إلا 783. إذن الفرق تقوم بطرح الأسئلة الشفهية سواء كانت آنية أو عادية، لكن كتعرفوا بأن البرمجة مكتب المجلس هو اللي كيتحكم، بمعنى أنه هذا ربما نظرا للتوقيت ولا نظرا يعني للتوقيت اللي كاين لم تتم يعني برمجة إلا 783 سؤالا على مستوى مجلس النواب. على مستوى مجلس المستشارين طرحت الفرق 1988 سؤالا، أجابت الحكومة أو برمجة دائما البرلمان هو الذي يبرمج 588 سؤالا. نمشيو الآن مقارنة ما بين السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة والحادية عشرة بخصوص الأسئلة الشفهية. علاش كنعمل لكم هذه المقارنات؟ باش لكي نلمس جميعا حجم التحول الذي وقع في عدد الأسئلة. عدد الأسئلة الشفهية والكتابية ارتفع بشكل مهول، وغادي تشوفوا لا على مستوى الشفوي الأسئلة الشفهية ولا على مستوى الأسئلة الكتابية. خلال الولاية التشريعية العاشرة، دائما احنا في السنة التشريعية الثانية، إذن خلال الولاية التشريعية العاشرة طرح البرلمان فقط بغرفته 3158 سؤالا. الأسئلة التي برمجت آنذاك هي 665 سؤالا فقط. شوفوا الآن في السنة التشريعية الثانية من هذه الولاية الحادية عشرة تم طرح 5461 سؤالا شفهيا. ملي كتشوف الارتفاع راه تقريبا حوالي 81
أو 90% باش ترتفعوا الأسئلة الشفهية. طبعا تفاعل ديال الحكومة أيضا ارتفع وأجابت الحكومة، وخا هنا لكي نكون منصفين، هنا راه ماشي تفاعل ديال الحكومة، هنا راه البرلمان يبرمج والحكومة كتجي تجاوب. هنا الإمكانيات ديال الوقت وديال الجلسات وشحال عدد الجلسات في الأسبوع ولا كذا هو اللي كيحدد عدد الأسئلة. فبالنسبة للأسئلة العادية راه لا يمكن للحكومة أن ترفض الجواب على الأسئلة العادية، يبرمجها المكتب والوزير المعني خصو يجي يجاوب. إذا هنا هذا مرتبط بالأجندة، مرتبط بالبرمجة، مرتبط. إذا أجابت الحكومة على 1372 سؤالا شفهيا، لكن بغيتكم تنتبهوا الحجم ديال الأسئلة كيفاش ارتفع، وغادي نلمسوا حتى كيفاش ارتفع على مستوى الأسئلة الكتابية. الآن الأسئلة الكتابية تم طرح على مستوى خلال دائما خلال السنة التشريعية الثانية هذه اللي رحنا فيها، تم طرح على مستوى مجلس النواب 6358 سؤالا. عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها أجابت الحكومة على 4225 سؤالا بنسبة بلغت 66.45%. على مستوى مجلس المستشارين تم طرح 3162 سؤالا، أجابت الحكومة على 2065 سؤال بنسبة ديال 65.30%. إذا المجموع البرلمان طرح 9520 سؤالا على الحكومة، أجابت الحكومة على 6290 سؤالا بنسبة بلغت 66.07. إذا هذا رسم بياني يوضح الأسئلة على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى مجلس المستشارين. عملنا لكم عاود واحد المقارنة باش نشوفوا كيف تطور عدد الأسئلة في السنة التشريعية الثانية اللي كانت تكلموا على 2018 تقريبا 2018-2019 الآن 2023-2024. إذا في خلال الولاية دائما مقارنة ما بين السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة والحادية عشرة بخصوص الأسئلة الكتابية المطروحة والمجابة عنها. العاشرة تم طرح فقط 5760 سؤالا، أجابت الحكومة على 3528. الآن في هذه السنة التشريعية الثانية تم طرح 9424 سؤالا تقريبا عاوتاني بشي زيادة ديال 83%، وأجابت الحكومة على 6194%. النسبة ديال الحكومة السابقة في نفس السنة التشريعية هي 61.25، اليوم حنا رحنا تقريبا في واحد 66 ولا 66 إيه، ولكن 65 نورمال مخصة تكون 66.07 مخصة تكون 6200. هاد الرقم ماشي أكتواليزي، خصها تكون 66 إيه، ولكن خصك تزيدهم 66.07. إذن 9520 أجابت الحكومة على 6290 النسبة المئوية لم تتم لا ميزاجور ما دارش لهادي غادي نعطيكم هاد المعطيات بشكل دقيق. إذن كتشوفوا رجع كتشوفوا كيفاش الأسئلة ارتفعت بواحد النسبة كبيرة جدا ديال 83%، وأيضا تفاعل ديال الحكومة ارتفع بتقريبا واحد 90%، كانت 3500 الآن وصلنا ل 6194، بمعنى أن هناك رقابة كبيرة يمارسها البرلمان من خلال الأسئلة الكتابية على الحكومة. وطبعا غادي نتكلمون بعد حول المواضيع والقضايا التي تستأثر بالاهتمام ديال النواب وديال السيدات المستشارين. على مستوى هذه الأرقام هي نعطينا لكم، الآن نمشيو على مستوى التحدث في موضوع طارئ عام وطارئ. عدد الطلبات المقدمة على مستوى مجلس النواب تم تقديم 25 طلب. عدد الطلبات التي أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عنها 8 وتمت برمجة 8. على مستوى مجلس المستشارين تم تقديم 51 طلب. وهنا السؤال اللي غيتطرح، علاش عدد كاين الطلبات كثيرة في مجلس المستشارين وما كايناش في مجلس النواب؟ وأنا غنشرح لكم علاش. عدد الطلبات التي أبدت الحكومة استعدادها للتجاوب معها هي 14 طلب. أجابت الحكومة عدد الطلبات التي برمجت
لم تبرمج 14 نفس العدد بحال مجلس النواب، ولكن البرمجة فقط 12. إذن عدد الطلبات التي تمت الإجابة عنها 20، والتي أبدت الحكومة الاستعداد ديالها 22. علاش في مجلس المستشارين هناك ارتفاع لعدد الطلبات المقدمة؟ كتعرفوا بأن على مستوى مجلس المستشارين هناك مجموعة من المنتسبين وهناك مجموعة من المجموعات اللي ما عندهمش الحيز الزمني باش يطرحوا عدد كبير من الأسئلة، فبالتالي في كل مرة تيحاولوا أنهم هذيك الأسئلة اللي عندهم هما يمكن عندهم الحق في سؤالين، كاين اللي عنده سؤال في جلسة واحدة، وكاين اللي عنده من المنتسبين سؤال يمكن في أسبوعين في جلستين، فيلجأون إلى هذه الآلية هذه ديال 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 الطلبات. وهي في الحقيقة لأنه ملي كنرجعوا للنظام الداخلي ديال مجلس المستشارين تلقوا بأنه يؤكد صراحة على أن الطلبات يجب أن تكون في موضوع عام وطارئ، بمعنى الله وقع، وبالتالي كيجيو البرلمانيين باش يطرحوه بشكل مستعجل لكي تجيب الحكومة. فهاد العنصرين ما كيتوفروش، حنا كنفهموا بأن هاد المنتسبين تيحاولوا أنهم في كل مرة يحركوا هاد الآلية وخا ما متوفرش فيها هاد الشروط المنصوص عليها، لكن الغاية هو أنه يطرحوا أسئلة شفهية في بلاصت يعني عبر الاعتماد على هاد الآلية ديال 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 التحدث في موضوع عام وطارئ. على مستوى الرقابي دونك هذه المعطيات اللي تكلمنا عليها، عدد التعهدات، نمشيو للتعهدات. التعهدات كتعرفوا بانه حينما يجيب الوزير اي وزير حول قطاع معين في الجلسه العامه يقدم تعهدات. هاد التعهدات هناك خليه على مستوى مجلس النواب ومجلس المستشارين تقوم بجرد هذه التعهدات، ورئيس البرلمان سواء كان رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين يراسل الحكومه ويعيد التاكيد على التعهدات التي التزم بها الساده الوزراء على مستوى الجلسه العامه. فبالتالي احنا مجبرين في كل مره كحكومه اننا نقدم اجوبه حول ماذا قامت به الحكومه لكي تستجيب لتلك التعهدات، واش نفذتها ولا لا وفين وصلت. على مستوى مجلس النواب تم جرد 273 تعهدا. عدد التعهدات المجاب عليها على مستوى مجلس النواب هي 101. على مستوى مجلس المستشارين 120. عدد التعهدات 75. اذا تتمت الاجابه على الاليه هذه. فعدد التعهدات الحكوميه اثناء اجتماعات اللجان ديال هذا السنه التشريعيه 6، جاوبنا على 61. زيد بنتي مازال قدام، لانه جاوبنا على 61 لان فيها مجموعه ديال التعهدات ديال السنه التشريعيه السابقه. التعهدات الحكوميه دونك تكلمنا عليها. الان طلبات عقد الاجتماعات على المستوى الرقابي، على مستوى مجلس النواب تم تقديم 301 طلب اجابت الحكومه او لا، تمت برمجه البرلمان 71 طلب. على مستوى مجلس المستشارين تم تقديم 14 واللجان برمجات 3. دونك عدد الطلبات التي قدمت هي 315، وعدد الطلبات التي برمجت من طرف مجلس النواب هي 74. كتعرفوا بان البرمجه تتم بالاتفاق ما بين الحكومه واللجان. اذا هذا بخصوص نفس المعطيات اللي قدمنا. المهام الاستطلاعيه على مستوى مجلس النواب، عدد الطلبات المقدمه 7، عدد الطلبات التي استعدت الحكومه للتفاعل معها 7، ديال النسبه 100%. على مستوى مجلس المستشارين لم يتم تقديم اي طلب لعقد مهام استطلاعيه خلال هذه السنه التشريعيه، اذا 7 النسبه 100%. المهام الاستطلاعيه المؤقته بمجلس النواب التي انهت اشغالها، كاين 4 ديال المهام التي انهت اشغالها. المهمه الاستطلاعيه المؤقته حول وضعيه مصب نهر ام الربيع، تمت المناقشة التقرير النهائي على مستوى الجلسة العامة المنعقدة بيوم 17 يناير. المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا، تمت مناقشة التقرير النهائي لهذه المهمة الاستطلاعية داخل اللجنة المعنية. المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، تمت مناقشة التقرير النهائي لهذه المهمة الاستطلاعية داخل اللجنة. المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على واقع الفضاءات والمراكز التخييمية، تمت المناقشة على التقرير النهائي
داخل هذه اللجنة وتمت إحالتها على مكتب المجلس، لأن المكتب هو الذي يقرر هل سوف يتم مناقشة الموضوع في الجلسات العامة أم لا. المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، تم تشكيل هذه الآن المهام الاستطلاعية التي شرعت في أشغالها بمجلس النواب، يلا بدأت كتشتغل. دونك تم تشكيل المهمة المؤقتة يوم 24 يناير 2023. بالنسبة للمؤقتة حول المقالع، تم تشكيل المهمة يوم 9 ماي 2023. بالنسبة للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، تم قبول المهمة الاستطلاعية من طرف المكتب يوم 17 يوليو 2023 في انتظار هيكلتها من طرف الفرق والمجموعة البرلمانية. على المستوى الرقابي، الزيارات الميدانية للجان البرلمانية المعنية بمجلسي البرلمان، زيارة ميدانية لمنشآت رياضية بمدينة سلا قامت بها أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم 14 ماي، وبالنسبة لزيارة ميدانية لكل منطقة الصناعية الحرة وميناء طنجة المتوسط، زيارة مشتركة للجنتي الإنتاجية بكل مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم 14 يونيو 2023. على المستوى الرقابي دائما وعلى مستوى لجنة مراقبة المالية العامة، إذا بتاريخ 11/10/2022 أنهت اللجنة دراسة موضوع مراقبة سير مؤسسة التعاون الوطني، طبعا بالاستماع إلى رأي الحكومة بشأن التوصيات، حيث تم قبول 37 توصية ولم تقبل توصية واحدة فقط بدعوى عدم الاختصاص، وقد تم عقد جلسة عمومية بتاريخ 10/1/2023 لمناقشة تقرير اللجنة. بتاريخ 25/10/2022 اكتفت اللجنة بالاستماع إلى العرض التقديمي للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس حكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان حول موضوع تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية. استمعت اللجنة إلى رأي الحكومة بشأن التوصيات المقدمة من طرف اللجنة، حيث وافقت الحكومة على 9 توصيات من أصل 10، لتستثني بذلك التوصية المتعلقة بأعمال المراقبة الإدارية للحسابات السنوية للجمعيات من الدعم العمومي وفقا للمعايير المحاسباتية والقواعد المتعلقة بمسك حساب استخدام الأموال العمومية وربط استمرار منح الدعم بمدى الالتزام بها. بتاريخ 26/12، هذه يمكن استثنينا لأنك تدخل في الاختصاصات ديال المجلس على الحسابات، ما شرطيوش لها هنايا، لأن هذا من الاختصاصات ديال المجلس على الحسابات، فبالتالي الحكومة ما وافقتش عليها لأن هذا لا يدخل في اختصاص الحكومة. النقطة الثالثة، بتاريخ 6/12/2022 اكتفت اللجنة بالاستماع إلى العرض الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول موضوع مراقبة سير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما استمعت بتاريخ 17/1/2023 إلى تدخلات السيدات والسادة النواب وكذا إلى جواب السيد الوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كما استمعت اللجنة بتاريخ 1/7/2023 إلى رأي الحكومة بشأن التوصيات 14 التي استعرضها مقرر اللجنة، حيث وافقت الحكومة على جميع التوصيات باستثناء توصية واحدة تتعلق بدعم تمثيلية مجلس إدارة الوكالة بممثلين على المنظمات الأكثر تمثيلا للمشغلين وممثلين على المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلين عن جامعات الغرف التي تم قبولها جزئيا. على مستوى تقييم سياسة العمومية، الجلسة السنوية لتقييم سياسة العمومية بمجلس النواب، عقد مجلس النواب جلسة سنوية لمناقشة وتقييم سياسة العمومية يوم الثلاثاء، خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بحضور السيد وزير التجهيز والماء. تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع مقترحات وتوصيات السيدات السادة النواب وكذا الإجابة على مختلف تساؤلاتهم. مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بحضور الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بانتقال رقمي وإصلاح الإدارة، تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع مقترحات وتوصيات السيدة والسادة النواب وكذا الإجابة عن مختلف تساؤلاتهم. على مستوى تقييم سياسة العمومية، دائما الجلسة السنوية لتقييم سياسة العمومية بمجلس المستشارين عقدت يوم الثلاثاء 18 يوليو، خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم سياسة العمومية المرتبطة بالتعليم والتكوين ورهانة الإصلاح بحضور 4 قطاعات حكومية، هي الأوقاف والتربية الوطنية والإدماج والشغل والتعليم العالي. دائما التفاعل الإيجابي. على مستوى مجلس المستشارين، تم عقد جلسة خاصة يوم 3/25 يوليو. الأسرة والتضامن، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والتعليم العالي.
إذا هذا كانت مختلف العناصر التي تهم حصيلة الحكومة بالبرلمان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ومستعد للإجابة على أسئلتكم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.